بي اول حاجه واحد يبدا معناتها نبداو نحضروا للحلو نخرج نشريو دبش الصغار مش اخر المثال باش نمشيو للاقارب كيفاش نحضروا باش نمشيو نزوروا الاقارب نهار العيد الصباح نمشيو للناس الكبيره اول حاجه مماتي معناها وبابا عزيزي بتبيع اكيد حاجه اكيد هذيك الحلو نتاع الدار خير بتبيع خير ملي يكون حاضر تعمل حاجه نظيفه على عينيك حاجه اكيد خير العيد معروف على اللمه معناها لمه العائله كبيره صغيره الناس الكل نعطيو المهبه للصغار انا عيدكم مبروك العيد نحضروا الحلو نهار العيد كده عند عائلة نتلموا عائلة كل ما بعضنا نعملوا الحلو نفرحوا باللي جينا نعيدوا على بعضنا الناس الكل نعملوا عربي مش مقروض غريبة نعملوا في الدار ولا نشروا ولا ونمشوا للعائلة يجونا العائلة هذيك هي العيد متاعنا هاي لازم هذيك عاد حوايج الصغار العيد الصغار لازم هو اسمه عيد صغير والصغار نمشوا الحوايج ونعيد على بعضنا وحتى كان عبد مغش نعيد على بعضنا نسامح بعضنا أنا مسامحة ياسر ما والله أنا بوليدات يجوني العبادة ما نمشيش كان عندي قراب لي نمشي ما يجوني عندي بنات يجوني عنا جيران نعيد على بعضنا يعني تتلم العائلة تتلموا العائلة هذيك العيد عيد سماح حتى كان العبد مغش العبد يرضى ويضحك ويلعب وما كان عنا عائلة نمشوا معناش عائلة أنا وليداتي ورايدين إن شاء الله ربي كل مؤمن بخير وإن شاء الله عيد مبروك على الناس الكل على البعيد وعلى القريب وربي إن شاء الله يعطينا ما نتمنى للناس الكل يعيش صح شريبتكم الناس الكل أنا بالنسبة لي العيد معناها حاجة مقدسة في تونس لمتنا ما تحلى كين وفرحنا كين بالحلو العربي ديري متاعنا الزمني وطاولتنا معناها بعد شقل فتر ولا في العيد ولا كمناسبة خطبة وإلا عرس ديما الحلو العربي متاعنا التونسي تلقاه في كل طاولة وأنا جيت بمناسبة العيد متاعنا جيت باش نحضر تحضيرات العيد متاعنا التونسي وباش ناخو شوية هكا من المقروض الجيري من السمسة من الزوزة من الغريبة عنا الغريبة أنواع زايدة كل مقدور وقدره معناها البشكوتو الزوزة اليويو ليلي لا محمد رسول الله ساعات زيد نلقاو السيترونات زيد الجو فريز سيترون المخرق وزليبيا زيد نتاع بيجا البشكوت ليلي لا محمد رسول الله كعك ورقه بالنسبه زيد عنا ناخذ السوري وناخذ العربي زيد عنا الصالي المالح عنا زيد ليلي محمد رسول الله القطايف عنا هريسة اللوز هذوما زيد تحضيرات ما يحلو كاين في العيد نتاعنا ناخذوهم وانا توا جيت نشري معناها في الحلو ان شاء الله بمناسبه العيد والطاوله نتاعنا احنا ما يجينا ضيف قبل معناها الضيف يبدا طاولتنا تبنى منصوبه كان بالحلو وان شاء الله عيد فطر مبارك على الامه الاسلاميه الكل يعيشكم بالنسبه للتوانسه طاوله ديما نتاع الحلو نتاعهم معناتها نقولوا نحنا طاوله نتاع رمضان نتاعهم ديما معناتها فيها الحلو بالنسبه للعيد ديما عندنا قبيل كبير في الحلو عندنا الغريبه والصمصه زوزه بتيفور عندنا مقروض زيدا بالنسبه لينا نحنا سبيسياليتي نتاعنا ياسر مقروض بريود تويكه بريود العيد عندها المفوق ياسر اقبال برشا في الليل والنهار معناتها بالنسبه للعبيد معناتها اللي تجينا كل يوم في رمضان انا ياسر عبيد تجينا معناتها من برا وديجا نعديو في برشا كمانديت لفرنسا وكل شيء كهو عنا الغريبه عنا التونسي في العيد يشري البسكويت جيري المقروض الغريبه السمسه البقلاوه الزوزه اللي سابليه الكل حاسيلو عنا برشا برشا حاجات يعني هو ما فماش اختيار واحد بركة فما برشا حاجات اني قلت لك بشكوتو الصمصة الغريبة البيتيفور الحلو العربي مما جميع ومال بقلاوة كل شيء بالنسبة للتوانسة ما يحضروا للعيد كان بالحلو ديجا معناتها مسمي علينا العيد كمعروف كان بالحلو زادا كيف رمضان ويعني ويامات رمضان الكل معروفة بالحلو الزليبيا والمخارق وال يعني نقولوا نحن التوانسه مسمي علينا العيد في اللمه في كل شيء معناتها حتى نقولوا نحن كي يعني نقعدوا كي
كيفاش فسرها لك معناتها اللمة نتاعنا معناتها ما نتلموا الناس الكل، نتلموا في العيد. وبالنسبة للطاولة نتاعنا معناتها ما نحطوا طاولتنا كان بالحلو. من قديم الزمان ديجا معناتها الحلو، من قديم الزمان جدودنا ويا ناس قبل، ناس قبل ديما معناتها العيد نتاعنا مسمي كان بالحلو في عادتنا وتقاليدنا، في عادتنا وتقاليدنا سمي علينا كان بالحلو.